في إكويتي جروب الأستاذة لينا قنوع للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة لينا. بداية يعني لاحظنا التأثيرات الجيوسياسية على أداء العملات بمجملها وتحديدا أداء الدولار، هل نتوقع المزيد من التأثيرات ضمن هذه الظروف؟ أهلا بك أحمد. بالفعل التوترات السياسية بين أوكرانيا وروسيا لعبت دورا في ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، وأيضا نحن نترقى باجتماع الفدرالي الأمريكي اليوم وسينتهي غد. نلاحظ أن بعض البيانات، بالرغم من بعض البيانات التي ظهرت أمس لبيانات قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات، قطاع الصناعات التحويلية جاء يعني أبطأ وأكثر من التوقعات، وأيضا قطاع الخدمات يعني حقق نمو بالكاد، يعني تحدث عن 50.9 وهي 50 تعتبر الخط الفاصل بين النمو والانكماش. فبالتالي عم نشوف بالرغم من هذه البيانات نتيجة الأوضاع السياسية بالشرق الأوسط بين أوكرانيا وروسيا، وأيضا اجتماع الفدرالي الأمريكي المتوقع أنه ما يكون في رفع لأسعار الفائدة في هذه الاجتماع، لكن هناك يعني توجهات إلى متى سيكون ربما تجديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة. بحسب CME متوقعين أنه يكون 94.4% يكون في توقعات برفع أسعار الفائدة في مارس، رح يكون في يعني أو يعني توقعات تقريبا 84%، ولكن بتثبيت أسعار الفائدة في هذا الاجتماع تقريبا سيكون في هذا الاجتماع بأكثر من 94%. فمؤشر الدولار الأمريكي متوقع المزيد من الصعود بالرغم من البيانات اللي عم نشوفها ربما تكون سلبية بفعل تجديد السياسة النقدية، وخاصة التوقعات بأن يكون رفع أسعار الفائدة هذا العام 4 مرات مقابل كانت توقعات سابقة فقط ب3 مرات. طيب لينا، كيف تفاعلت عوائد السندات الأمريكية مع الأنباء والتوقعات حول رفع أسعار الفائدة كما تفضلتي 4 مرات متوقعة خلال الفترة المقبلة من الفيدرال الأمريكي؟ هل تأثرت عوائد السندات الأمريكية بمختلف الآجال؟ نعم، عوائد السندات بالفعل تأثرت يعني بفعل تجديد السياسة النقدية والتوقعات بتجديد السياسة النقدية، ونحن شفنا كيف الارتفاعات في عوائد السندات الخزانة الأمريكية وصلت إلى مستويات 1.9%، هذه الارتفاعات الكبيرة، لكن تراجعنا عن هذه المستويات، وصلنا أمس إلى 1.17%، كان في هناك طلب على السندات، طلب كبير نتيجة التوترات الجيوسياسية لعبت دورا أساسيا في الزيادة في الطلب، فأثر على عوائد سندات الخزانة الأمريكية وشهدنا المزيد من الهبوط. لكن بالفعل كان هذا السبب اللي شفناه خلال الفترة السابقة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بتجديد السياسة النقدية. هناك حالة من التقلب عم تشهدها الأسواق عموما، وشفنا كيف أنه جلسة تراجعات يعني في أسواق الأسهم الأمريكية بعد يعني مظبوط انه ارتفعت في اخر الجلسه وقت الاغلاق، لكن بشكل عام كانت التراجعات قاسيه، كانت على الاس ان بي 500 بتقريبا ب4%. فهناك ترقب من جهه تجديد السياسه النقديه، من جهه اخرى الاوضاع الجيوسياسيه من قبل ميليشيات الحوثي على الامارات والسعوديه، وايضا بين التوترات السياسيه بين اوكرانيا وروسيا وخاصه في اوروبا، في جنوب شرق اوروبا، عفوا في شرق أوروبا. نعم، وبالحديث عن أوروبا أيضا يعني لاحظنا ارتفاع عدد الإصابات بأوميكرون والمتحورات من فيروس كورونا، وأيضا معدلات التضخم المرتفعة. جميع هذه الضغوط لا تزال تسيطر على أداء اليورو مقابل العملات الرئيسية الأخرى. إذا هل نتوقع المزيد من التذبذبات في أسعار اليورو خلال الفترة القليلة المقبلة؟ نعم، الاتجاه هابط نحن عم نشوفه من 14 يناير من الشهر السابق، التراجعات اللي عم نشوفها في المؤشر عفوا في عملة اليورو مقابل او زوج العملات اليورو مقابل الدولار الامريكي، هذه التراجعات وما زال هو الاتجاه هابط عم نشوفه اليوم. نحن نتحدث عن دولار و13 سنت بالنسبه لليورو مقابل الدولار الامريكي، نتيجه انه اكثر العملات تاثرا بالاوضاع الجيوسياسيه بين أوكرانيا وروسيا، وخاصة في شرق أوروبا. فبالتالي عم نشوف الاتجاه الهابط، متوقع أنه يكون في استمرار الاتجاه الهابط. لا ننسى أنه التوقعات بتجديد السياسة النقدية أبطأ من توقعات الفدرالي الأمريكي، يعني من قبل البنك المركزي الأوروبي يعني توقعاتنا تكون أبطأ من الفدرالي الأمريكي من حيث تجديد السياسة النقدية للحد من ارتفاع التضخم. فبالتالي نحن نترقب مؤشر
اي اف او لمناخ الاعمال المتوقع ان ايضا لمناخ الاعمال الالماني يكون دون ال 100 نقطه عند ال 94 نقطه، فنظره متشائمه بالنسبه لثقه الاعمال والمستثمرين. بالتالي هذا عم نخلي انه نتوقع استمرار للاتجاهات الهابطه لليورو، خاصه انه شفنا بعض البيانات كانت نوعا ما ايجابيه في منطقه اليورو امس. نحن نتحدث عن مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويليه والخدمات، نوعا ما كان قطاع الصناعات التحويليه حقق يعني انخفض ل 59 نقطه، لكن جيد لانه فوق ال 50 نقطه، لكن قطاع الخدمات كان يعني انخفض بشكل كبير بفعل توقعات بانتشار متحور اوميكرون، وبالتالي قطاع الخدمات اكثر القطاعات تاثرا بانتشار متحور اوميكرون. فلهذا السبب شفنا نحن متوقعين انه نتيجه هي البيانات السلبيه عم نشوف انه متوقع الاتجاه الهابط لليورو نتيجه الظروف التي حولها. محللة اسواق ماليه في ايكويتي جروب الاستاذه لينا قنوع، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.